وللحديث عن فتح المنافذ الحدودية مع إيران وإغراق السوق المحلية بمنتجاتها، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. مرحبا بك معنا أستاذ مصطفى. يعني على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق، ما زالت المنافذ الحدودية مفتوحة أمام المنتجات الإيرانية. إلى أي مدى يحتاج العراق لكل هذا الكم الهائل من هذه المنتجات الإيرانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. منذ البداية كان مخطط تدمير الزراعة في العراق ومخطط تدمير الصناعة في العراق وتدمير منشآت النفط والغاز وتوليد الكهرباء، كل هذا مخطط مدروس لتدمير الاقتصاد العراقي ودعم وتعزيز وتنشيط وانهاض الاقتصاد الإيراني ودعمه في مواجهة العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليه بسبب ممارسة هذا النظام الفعلية وإصراره على هذه الممارسة، يعني أقصد ممارسة الإرهاب وإصراره على ممارسة الإرهاب تجاه الكثير من دول العالم. رغم أن العراق متضرر، لكن لأن المتسلطين على العراق المتحكمين بشؤونه عملاء مسلوبي الإرادة بالكامل للنظام الإيراني الإرهابي، فإنهم يضرون بالعراق عمدا لصالح الاقتصاد الإيراني. نعم، ما تفسيرك لفتح المنافذ الحدودية للمنتجات الإيرانية؟ يعني على الرغم من الأزمة التي يعيشها العراق، حتى وصل يعني الوضع بوزير المالية في حكومة مصطفى الكاظمي بالتصريح بأن الشهر القادم لن تتوفر رواتب الموظفين. يعني هو يأتي في إطار الأضرار المتعمد المستمر بالاقتصاد العراقي وبالمواطن العراقي وبحاضر ومستقبل العراق أيضا. يعني الأمر لا يتعلق فقط بالجانب الاقتصادي وإنما بكل حاضر وبكل مستقبل العراق وشعبه. وبالتالي فعملية الاستمرار بفتح المنافذ الحدودية مع كل هذه الأزمات الاقتصادية ومخاطر جائحة كورونا، يعني كل هذا يؤكد على أن هناك تآمرا مستمرا ومقصودا ومتعمدا وشاملا ضد العراق تمارسه هذه السلطة العميلة التي نصبها الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق. نعم أستاذ مصطفى، يعني السؤال القديم الجديد يعني حول صادرات إيران من الغاز والأسعار المضاعفة، هل يعقل بأن الحكومات المتعاقبة لم تستطع أن تجد بديل لهذا الغاز، ومع العلم بأن العراق لديه احتياطات إن كان من الغاز أو النفط المتوفر في السوق المحلية، أو حتى استيراد الغاز من دولة أخرى بسعر أقل؟ يعني نحن نعلم جيدا أن العدوان العسكري الأمريكي على العراق عام 2003 لم يدمر منشآت الكهرباء ومنشآت القطاع النفطي بشكل تام ولا حتى أضر بها بشكل كبير، وإنما جرى تعطيل هذه المنشآت لأجل الاعتماد على الغاز والصادرات الكهرباء الإيرانية. وهذا يعني الذي أقوله، أن العراق يعني قبل احتلاله كان ينتج الكهرباء. نعم هناك مشاكل في التوليد وفي التوزيع، لكن الآن المشاكل أكبر رغم انتهاء الحصار الذي كان مفروضا على العراق ورغم كل الدعم الدولي، لكن لا يزال العراق يعاني من أزمات هائلة الحقيقة كبيرة جدا في كل المفردات القطاع الكهربائي، سواء في الانتاج أو في التوزيع أو في النقل، نقل الطاقة الكهربائية، وهذا كله يعني متعمد لأجل إلحاق الضرر بالمواطن العراقي وتدمير العراق وتدمير كل معالم الحياة التي يمكن أن تؤثر عليها مشكلة الكهرباء أو قضية الكهرباء. وفي نفس الوقت هناك دعم كامل للاقتصاد الإيراني من خلال استيراد الغاز الإيراني والكهرباء الإيراني بأسعار هائلة مضاعفة لعدة مرات. نعم أستاذ مصطفى، يعني المحللون والمراقبون يقولون بأن العراق بات الحديقة الخلفية
لإيران حتى تتهرب من العقوبات الأمريكية، إلى أي مدى يضر فتح الحدود الاقتصاد العراقي، خاصة إذا ما يعني الولايات المتحدة الأمريكية جعلت العراق تحت الضوء في هذه العقوبات وشمل العراق كذلك شيء من هذه العقوبات؟ إيران تتخذ من العراق دريئة لها وساترا تحمي نفسها به، سواء فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها لممارستها الإرهاب أو لقضايا أو في قضايا أخرى عديدة. ومن ذلك يعني ما نلاحظه في موضوع الذي تقوم به أو في المجالات التي تنفذها السلطات في العراق لأجل يعني ضمان تهرب إيران من هذه العقوبات الدولية، سواء فيما يتعلق بالمصارف الإيرانية أو العراقية التي يعني الإيرانية التي تعمل في العراق بأسماء مختلفة وتم تأسيسها من قبل أحزاب تابعة لإيران أو من خلال مزاد العملة، وهو جريمة هائلة حقيقة تستنزف أموال العراق من العملة الصعبة ورصيده ومخزوناته أيضا. والحقيقة يعني حتى أن رصيد الأموال المباعة في بعض الأيام يتجاوز دخل العراق في اليوم من عائدات النفط، ومع ذلك يجري تهريب العملة الأجنبية إلى إيران من خلال هذه المصارف. وحقيقة هذا الأمر يعني هناك من يسهل أيضا خارج الحدود العراقية مسألة تهريب الأموال إلى إيران. نعم، عبر الهاتف كان معنا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.